لماذا يخشى الناس على الأرزاق؟ من جهلهم، من جهلهم. لكن لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. بشوف الملمح الدقيق بالنص، تغدو خماصا وتعود بطانا، يعني تحركت طارت مشيت، فلا بد من الحركة. رزق مضمون بده حركة، لكن يعني يروى أنه واحد فهم النص فهم خاطئ، قعد بجامع ما حدا أعطاه شيء، يجي شخص معه مثلا طعام نفيس هو ما يحكي، فهو بعدين احكي لك كلمة، اتحرك يا أخي، الطير اتحرك، طار ورجع، وإن كان مضمون بس بده حركة. لذلك البطولة، وكلامي دقيق جدا، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. مو سهل هي، يعني عندك رحلة للعقبة مثلا، بتراجع السيارة، العجلات، الزيوت، القشط، مراجعة تامة، لكن بأعماق أعماقك يا رب أنت الحافظ والمسلم. عبارة دقيقة جدا، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الغرب أخذ بالأسباب لكنه ألهها ونسي الله، والشرق ما أخذ بها أصلا. فالإنسان بين الشرك والمعصية، غير المؤمن يأخذ بها شركا وينسى الله، والمؤمن لا يأخذ بها تواكلا وينسى الله. فالشرق غلطان والغرب غلطان. أن تأخذ بها وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. إذن هذه القاعدة حتى ينزل الرزق على الإنسان، أن يتوكل على الله ثم نعم. أن يسعى في هذا الكون نعم. ليصل إلى رزقه، لكن مش سعيه هو الذي يجلب الرزق، لا، هو مقدر هو من الله، كلفه الله أن يسعى. ما في ارتباط بين السعي والرزق، لك عنده رزق بس أمرك أن تسعى إليه، حتى لو جهدك وصل نعم. إلى الحد أو لم يصل، خلص رزقك أبدا. من نعم. الله سبحانه وتعالى نعم. قادم. من لم يسعى دكتور قد يحرم رزقه المكتوب له، يعاقب بحرمان الرزق، إما بالحرمان أو بشيء آخر. نعم. طيب الغرب دكتور ذكرت أنه أله هذه الأسباب ونسي الله عز وجل، مع ذلك رزق، يعني الغرب اليوم يعيش برفاهية مالية رعيش برغد. هذا كلام اقتصادي. دقيق جدا جدا جدا. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال. لا قبل كلمة دقيقة جدا، إنه الله بيعطي الصحة لمن يحب ولمن لا يحب، أما رضاه لمن يحب فقط. فإذا واحد طلب الرزق الله بيعطيه رزقه، بس يترى شكروا عليه، خرق النعمة للمنعم، بقي عند النعمة، هنا المشكلة. في غير المؤمن يبقى عند الرزق، يستمتع بالحياة دون أن ينتقل منها إلى المنعم الله عز وجل. يعطي الصحة لمن يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي السكينة إلا لمن يحب. الصحة غير السكينة، المال غير السكينة. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. جميل. طيب دكتور، لمن أخذ بالأسباب كالغرب لكنه لم يتوكل على الله، يكافأ في الدنيا على أسبابه بأن يصل إليه رزقه، نعم، نعم. لكن في الآخرة لا أجر له. إن الله ينصر الأمة الكافرة على الأمة المسلمة الظالمة. فإذا كان واحد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الشيء الدقيق بالآية أن الصالحين هنا لا تعني صلاح الدين، أخذوا بالأسباب أحسنوا إدارتها. الدنيا تصلح، وكلامي دقيق، بالكفر والعدل، ولا تصلح بالإيمان والظلم. وإن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. كلام ابن تيمية هذا، وهو عالم جليل.
سبحان الله. ينصر الأمة الكافرة العادلة. يعني الدنيا غير الآخرة، الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. إذن معيار صلاحها العدل. العدل. ومعيار الأرزاق السعي لها دكتور. نعم. في الدنيا. نعم. طيب أين يذهب ملف التوكل على الله وربنا سبحانه وتعالى المعطي وربنا هو الذي؟ الإنسان هو دقيقة، السعي وحده ما بيجيب رزق، الرزاق هو الله، فالمتوكل ينتظر من الله رزق، أما سعيه غير كافي. طب الغرب دكتور لا يتوكل على الله، بل نعم. منهم من هو ملحد أصلا لا يؤمن بوجود الله، لكنه سعى في هذه الأرض وكان له رزقه. إذن هذه الدنيا لمن يصدق في إعمارها. آه. أبدا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصلاح هنا ليس صلاحا دينيا إطلاقا، صلاح إدارتها. يعني دولة عملت تأمين صحي هي تنتصر، دولة أعطت فرص عمل بالتساوي تنتصر، تصلح الدنيا بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. طب حتى أتأكد أن أفهم على فضلتكم شيخنا، الآن لو أنا إنسان أريد أن أفتح محل تجاري، أخذت بالأسباب وعدلت بين الموظفين ووزعت المبالغ المالية وأعطيت الناس حقوقها، الأصل هنا أن ينجح المحل طبعا، حتى بغض النظر لولا قدر الله لم أكن مؤمنا بالله. مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. طب لو لم مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. لو لم أكن طائعا لله، قد يكون والعياذ بالله إنسان ملحد لكنه أعطى الموظفين حقوقهم وكان صادقا في البيع، لأن الدنيا تصلح بالكفر والعدل. إذن ما ميزة الإيمان هنا دكتور إذا كان هذا سينجح؟ الإيمان ضمن الآخرة، في فرق كبير كتير. واحد ضمن الدنيا فقط بعدله، أعطى الناس حقوقه، أعطى الناس مكافآت، كان عادل بين الموظفين، ربح أرباح طائلة، بس مات انتهى كل شيء. إذن لما أخذ بقوانين الدنيا نجح بها في الدنيا، ومن أخذ بقوانين الدنيا والآخرة نجح بهما معا. فهذاك يكافأ. هذه مسألة بسيط، مدير معمل معه إدارة أعمال من أمريكا، حقق أرباح مذهلة وأخذ مكافآت وأخذ تعويضات وعاش ببحبوحة كبيرة جدا، ثم جاء أجله ومات ما عرف الله أبدا. بيجي المؤمن لو معه إدارة أعمال بس يبتغي وجه الله، أعطى العمال حاجات برحمة منه، حقق المساواة، هلأ بيموت إنه الدنيا والآخرة، يعيش ببحبوحة بالدنيا والآخرة. والدليل ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب حتى بس جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. لو هذا المؤمن دكتور لم يكن معه شهادة في الإدارة ولم يتقن إدارة المصنع لكنه كان مؤمنا ورعا بالله، ما بيكفي، لا يعيش ببحبوحة بالدنيا، ما بيكفي، لكن يعيشها بالآخرة. بحبوحة موضوع تاني، بس ما بيكفي سيدي. لا لا، هدول يا سيدي مثل شرطان في عبارة بالعلوم، كلاهما شرط لازم غير كافي، لازم غير كافي. نعم. يعني أنت عندك جرة غاز بس ما عندك رأس غاز، ما لقيم الجرة. هل عندك رأس بس ما عندك جرة غاز؟ صحيح. كلاهما شرط لازم.